لازم يكون بقرار من مجلس النواب من مجلس الاعيان بقرار بتصويت 25% وليس بانه هم مبادره منهم خارج نطاق المجلس من خارج نطاق المجلس قرار من نفس المجلس من قرار من خلال النظام الداخلي يعني تحسين قرار 25 بقرار بتصويت هو يهو التعديل الذي ورد انه 25 نائب بقدر معارضه هذا فيه مصادره لحق المجلس المجلس يجب ان يكون يبدي رايه كامل الاعضاء في هذا الموضوع بغض النظر عن الاغلبيه 25 ولا 50% من خلال المجلس يجب ان يكون مجلس النواب لديه علم بهذا الموضوع هذا المقصود هذا المقصود بقرار من المجلس بتصويت 25 ولو 25 بتصويت 25 بتصويت 25 في المادة 60 التعديل المادة 11 للمعدلة انه طلب الطعن من 25% برضو كمان بقرار انا اعتقد انه انسب لانه الكل متحمس انه لازم تصل شكوانا الى المحكمة الدستورية لكن باعتقادي تنظيميا واساسيا لازم تكون من خلال بتصويت يعني من خلال بقرار من المجلس ولو ب 25% منهم اتحفظ على الثانية التي حدد القانون للآيات التي تم إحالتها للمحكمة الدستورية الإحالة إلى المحكمة الدستورية بهذا التعديل أن تكون الإحالة مباشرة من القاضي من المحكمة التي تعرض عليها القضية أو تثار أمامها الرأي مباشرة إلى المحكمة الدستورية إخواني الكرام هذا يعني النص مطلق كل طرف في أي دعوة قضائية من بدءا من قاضي الصلح إلى محكمة التمييز بداية واستئناف وتمييز إلى المحاكم الخاصة محكمة الشرطة محكمة أنا أعتقد هكذا بالنص المطلق المحاكم الشرعية المحاكم الخاصة أي مطلقة يجب أن يكون لها ضابط معين وأرى أنه أن من خلال المحكمة الدستورية من خلال محكمة التمييز حتى تمارس رقابة الجدية في إحالة هذا الطعن وهي مسؤولة عن ذلك وقادرة على ذلك وجهة نظر مع بقائها كما كانت سابقا من خلال المحكمة الدستورية لأن التسلسل القضائي بهكذا يعني يعني زي ما نظر يعني زي ما كان لا أرى وجهة نظري نعم لا نحترم وجهة نظري شو بدي أفهم نعم لا أشرح لك إياها الوضع الحالي في الدستور الآن أطراف الدعوة الآن إذا أثاروا دفع أمام قاضي الموضوع يرفع هذا الدفع إلى رئيس محكمة التمييز والذي يراقب مدى جدية هذا الدفع من عدم فإذا وجد أنه هيئة جدية طبعا من خلال هيئة خاصة مبرر لإرساله إلى المحكمة الدستورية يرسل إلى المحكمة الدستورية هذا الدفع وتلت فيه المحكمة الدستورية اليوم التعديل اللي إجا بقول لا أنا بدي ألغي رقابة محكمة التمييز على اللي هي فيما يتعلق بمراقبة الجدية الدفع من عدمه وأعطي هذه السلطة إلى قاضي الموضوع قاضي الصلح قاضي البداية القاضي الذي منظورة لديه الدعوة ومباشرة يخاطب المحكمة الدستورية إذا اقتنع أن هنالك جدية لهذا الدفع هذا له محاذيره وله إيجابياته فنحن نتحدث عن السلبيات وعن الإيجابيات تفضل أنا أعتقد الضوابط إذا ممكن يعني كيف قبل قديما كانت المحاكم نفسها حتى قاضي الصلح الناس امتناع هذا تصدي يعني كان يصدر ما بس الا المحكمه كان احيانا يصدر حكم انه يقول هذا يعني صدر قانون المحكمه الصلح جزاء عما انه قانون من عجلان غير مسبوق ما بعرف مش استئناف نقضي لكن صدر قرار
يعني الان الان احنا لا بده بس يمرر القمع على الاقل الدستوريه بدل ما افلتره بالتمييز، ليش ما ضل نافذ؟ ايوه اي انت جبت على الوجه الان، لما قرار قاضي الصلح شمال عمان الذي تعنيه وانا كنت في محكمه التمييز في ذلك الوقت وكذا طعن فيه امام محكمه الاستئناف وطعن ويطعن خلال التسلسل القضائي الدستوري يطعن لا القرار القرار انه كيف يتصدى ولذلك يعني لازم يكون يعني ليش يوجد القضاء على درجات؟ انا اسال القانونيه ليش يوجد على درجات؟ حمايه للعداله على درجات، يعني يفترض ان قاضي يعني محكمه الدرجه الاولى هي البدايه الاستئناف انه اعلى منها ثلاث قضاه، التمييز خمس قضاه مع خبره اضاعف مضاعف وهكذا يعني. ننتقل الى الماده 12 بالنسبه للشروط العضويه في المحكمه الدستوريه. التعديل مناسب لكن بالنسبه لاساتذه القانون في الجامعات الذين يحملون رتبه الاستاذيه كما هو ارى اضافه مده على مده لا تقل عن 15 سنه ان يضاف فيها ان يكون الذين يحملون رتبه الاستاذيه لمده لا تقل عن 15 سنه كما في مصر. نعم هي رتبه من حصل ان يكون حاصل على رتبه استاذيه لمده 15 سنه لمده 15 سنه هو المحامين لانه العمل في المحكمه الدستوريه اخواني الكرام ليس بسيطا وان يكون على مؤهلات ولم يكن من يعني هذا بدعة مني ولكن نقلا عما هو في مصر. نعم. بس الأستاذية كيف وصلها؟ ما هو بالتدرج 20 سنة يعني. سيدي الكريم. تعطيك كمان 15 سنة يضل من العمر. لا خليني أقول لك في هي الأستاذ فول بروفيسور قديش ممكن يحصل خلال 10 سنوات على الـ الـ على الرتبة الأستاذية. في 10 سنوات. القاضي اللي يصل الى المحكمه الدستوريه 55 سنه في شغله هون بقول لك في شغله هون اقول لك ان يكون ممن خدم القضاء في محكمه التمييز او المحكمه الاداريه العليا او من اساتذه القانون اي قانون القانون يعني مطلق القانون او كليه القانون او كليه الحقوق في احدى الجامعات تسمى كليه الحقوق كليه القانون في جامعه الحسين بعتقد كليه القانون في الجامعات الاخرى كليات قانون معروف يعني هذا الحكي نعم معروف لا ما فيها خلاف بعض القوانين بتقصر على تخصص القانون العام يعني قانون خاص ما له علاقه بالقضايا الدستوريه وقضايا هو يعني مزجوا ودمجوا قانون عام القانون الخاص لا اطيل يعني اوافق على ما جاء في الماده 13 الماده 14 معالي الوزير تنشأ بقانون هيئة مستقلة في ضوء التعديل الجديد حبذا أن يضاف لها تنشأ بقانون هيئة مستقلة للانتخاب والأحزاب السياسية كعنوان وما دام أنتم أضفتوا لها في الفترة الجديدة وفي البند باء من الفقرة الثانية النظر في طلبات تأسيس الأحزاب أن تكون اختصاص الهيئة المستقلة النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية أرى أن يضاف بعد السياسية كمؤسسات مجتمع مدني وليس مؤسسات دولة وحكومة كيف بالله؟ كيف بالله؟
مش دائما بنقول النقابات والاحزاب مع الوزير ما بدنا نفرض معك يا سيدي، بس الاحزاب ليست مؤسسات مجتمع مدني للتعريف. اي شيء له علاقه ممكن الوصول للسلطه مؤسسه مجتمع مدني، اسف يعني انا مساكم الكرام، بس سياسيا تعريف مؤسسه مجتمع مدني هي مؤسسات عامله لا تطمح الى سلطه وتمثل هيئات او يعني المجتمعات الاهليه للناس، فما لها اي شيء يطمح للسلطه او ممكن يصير لها سلطه لا تعتبر ليس لها شان سياسي مجتمع مدني. فالاحزاب السياسيه تسعى للوصول الى السلطه وتشكيل الحكومات فهي تفقد هذه الميزه. مشان هيك النقابات المهنيه مضبوط، المؤسسات كلها الثانيه مضبوط باستثناء الاحزاب السياسيه، لان هي ممكن تشكل حكومه بتبطل مؤسسات مجتمع مدني، لهذا لا تعتبر ضمن اطار مؤسسات المجتمع المدني. اكيد في سياسيين ورايحين يجاوبوا على هالموضوع هذا، لانه الحزب السياسي من صنع المجتمع لان يصل به من خلاله الى السلطه، يصل من خلاله وسيلته للوصول الى السلطه. هذه وجهة نظري المتواضعة، وأترك الأمر وأحيله إلى السياسيين ليكتمل الإجابة عليه. المادة 15، ليش رئيس المجلس تنزلوا من سنتين إلى سنة؟ وهذا شأنكم، شأن تنظيمي أمامكم. يفقد رئيس مجلس النواب منصبه في أي من الحالات التالية اللي موجودة. بفضل أنه في بداية الفقرة الثالثة أنه مع مراعاة ما جاء في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة بشأن انتهاء مدة الرئيس. يعني احنا الدستور لا يحدد ان نستخدم مع مراعاه او على الرغم بصراحه، لانه هذا يخل من مبدا الوحده العضويه للدستور. وانا بدي كمان اجابه عليه من اساتذتنا كمان، يجوز استخدام ايش؟ يعني استخدام عبارات على الرغم مع مراعاه هذا لغو بجوز ناقشنا فيها انا وعمر سابقا. هذا الموضوع هذا يخل بمبدا الوحده العضويه للدستور، لان طريقه تفسير الدستور تختلف اختلافا كليا عن طريقه تفسير القوانين. على اي حال لا، انا اعتقد انه لابد من اضافه جديده لهذا لكيفيه يعني كيف انتخب بدء الجلسة والرئيس لما تنتهي ولايته في حال شعوره، كيف آلية يعني محله، من يحل محله اللي دائما انتم تحتاجوا تحطوا كبير السن. اما في النظام الداخلي او في النيابه بس لو ما كان المجلس منعه، اذا شغر لاي من السببين الواردين في الفقره 1 و2 من هذه الماده يتولى اكبر الاعضاء سن رئاسه المجلس او شنو اللون هذا. يعني الفت الانتباه الى هذا الموضوع. ما في نائب رئيس هذا، لانه بقول في البدايه يعني ما في رئيس ولا في نائب رئيس. اذا كان المجلس مش من عاده مجلس النواب بده يعزل الرئيس مش من عقد؟ مش من هذا. اذا يعني ما بعرف هذا آلية. اذا كان المجلس غير منعقد، اذا كان هنا يا اخوان هنالك نقص تشريعي في التعديل الدستوري، ولا بد من ان نضع نص يعالج اذا وافقت اللجنة على ما ورد من مشروع الدستور. مشروع التعديل يجب إيراد نص يبين ما هو الحكم في حالة أن المجلس كان غير منعقد. يجب أن يدعى المجلس بدورة استثنائية لمناقشة هذا الأمر، فلا بد من هنالك ثغرة أو نقص في التعديل الذي جاءت فيه الحكومة بهذا الموضوع. هذا موضوع أنا تنبهت له منذ بقرة، احنا بس نحن لم نبدي وجهة نظرنا حتى اللحظة حتى نبقى محايدين. ملتزمين الصمت. في المادة 17
بالنسبة ل صحة الانتخابات وكذا، والآن نقلتوها على التمييز نقلتوها من الاستئناف إلى محكمة التمييز. رأيي حتى في سابقا أنها تحال مباشرة إلى محكمة الاستئناف، من وجهة نظري المتواضعة وخبرتي المتواضعة في القضاء أن الولاية العامة دائما لقاضي البداية، والمحاكم الاستئناف والتمييز درجات رقابية، رقابة موضوعية بالنسبة للاستئناف ورقابة قانونية بالنسبة للتمييز فقط. تعرف تاريخيا ليش نورات الاستئناف؟ ها؟ الحكمة التشريعية ليش نورات الاستئناف تاريخيا؟ ليش ما راحت على الاستئناف ما راحتش على البداية؟ بداية يعني سابقا كانت استئناف كما بقول لك. طب ليش راحت الاستئناف؟ هو شوف الهدف من توكيد المرجعيات، يعني عندي ثلاث محاكم استئناف، عمان، اربد، الكراشي، ومعاد، حتى انه ما تكثر الاجتهادات، كل محكمة بداية تصدر ويصبح هنالك تناقض، لا يؤدي الى خلخلة وزعزعة الثقة في العملية الانتخابية، اكمل الاجتهادات وابطال هذا الانتخاب والموافقة على هذه، ايوه فهو الهدف من توحيد المرجعية، اليوم خطوة وخطوة في توحيد المرجعية. اكمل لك انه انا من وجهة نظري المتواضعة ان يكون لقاضي البداية في اي محافظة من المحافظات على مختلف المنزل، وان كل قرار صادر بهذا الخصوص قابل للطعن او يرفع مباشرة الى محكمة الاستئناف تلقائيا وحكما، ومن ثم الى محكمة التمييز حتى توحد الاجتهاد. هذا في ذهني ان توحيد الاجتهاد على مرحلتين. سؤال فني، كون العمل قابل التمييز، هل محكمة التمييز قادرة على استيعاب من حيث الحجم المادي استيعاب الطعون بالمملكة كلها في هيئات محكمة التمييز؟ لا يمكن تحصل فيها خلال شهر؟ لا يمكن، لا يمكن. وانا بس في شغله ثانيه هسه تقول محكمه التمييز، طيب محكمه التمييز هي محكمه قانون وهي اعلى اصلا درجه بالحكم. نعم. اقرا اخر شيء يقول لك ولا تكون قراراتها قطعيه، يعني شو هي القرارات القطعيه؟ هاي شغلتنا احنا اتفقنا احنا وياك مش هاي هي محكمه التمييز ما في، يعني محكمه البدايه بده يقف كل واحد يدافع عن وضعه، محكمه التمييز ما في، انت بتكتب مذكره والمحكمه هي تفصل فيها، يعني ما بتنظر، ما في مرافعات فيها، ما في. سيد الكريم، يعني اولا لعدم الامكانيات مثل ما تفضل الدكتور غازي انه لعدم الامكانيات، وكونها محكمه قانون ولا يجوز باي حال، لكن لازم يعمم للعداله وعلى مستوى المملكه انه محاكم البدايه التي تشرف على وان تتخذ قراراتها وان تحال حكما الى محكمه الاستئناف ومنها الى محكمه التمييز في خلال مده محدده، مده الشهر ان تكون تتفرغ لها وتتوحد الاجتهادات. هذا الذي كان في ذهني، ما كنت يعني لو سالت من كنت اتصور انه في يعني مبرر اخر غير هذا المبرر. نعم نعم. سعاده الرئيس، بس على نص الماده هاي تنظر كافه الطعوم دقيقا، موضوع محكمة التمييز، مين محكمة التمييز هي محكمة قانون، لكن في العديد من القضايا حسب القوانين الخاصة تنظر بعض القضايا موضوعا، كما هي القضايا الصادرة عن محكمة أمن الدولة، محكمة الجنايات الكبرى، فهي تنظر هذه القضايا بصفتها محكمة موضوع. القضايا اللي ما فيها حاكم، ما فيها قرار شهود، ما فيها محكمة هي تنظر الموضوع. مثل محكمة الاستئناف تنظر إذا بطلبتها مرافعة بتقررها مرافعة حسب الطلب. المادة 18 المتعلق بالمادة 72 من الدستور، وفيما يتعلق في من حيث لا تحفظ إليه، يعني كل ما هنالك كلمة أن يستقيل، حبذا أن يقال فيها أن يقيل نفسه، لأنه يستقيل إلها معنى أن لابد من الموافقة، أن يقيل نفسه. هذه الملاحظة.
الآن ما دام وصلنا إلى المادة 74 من الدستور، قيل مصطلحا أنه لا بد من الموافقة عليه، أن يقيل نفسه معناه هو لنفسه اتخاذ قرار بنفسه مدام يعني على الرئيس أن يعرض كان أول الآن ليقرر قبولها أو رفضها. الآن حلت وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها، يعني هو قال نفسه يعني الآن خول أو غاطية، كما من بلغ مثلا سن التقاعد النهائي ويقرر إحالة نفسه كما حصل معي في يوم من الأيام، قررت إحالة سندا للمادة كذا من قانون التقاعد، قررت إحالة نفسي على التقاعد اعتبارا من كذا. معالي الوزير للعلم بحكم الفترة بس انت تفضل بحكم الفترة القانونية. نعم نعم بس النائب ما بحكمش فترة. لا خولوا في هذه الناحية سيدي، بقول لك أنه مخول صلاحية هذيك فترة مدة التقاعد، بقول لك هذيك وظيفة وهذا انتخاب وهذا انتخاب بس هو مدام خولوا يعني إذا بدك تخولوه الصلاحية عملية يعني مصطلح ليس الآن وصلنا إلى المادة 74. لا بد من ربط المادة 74 أخواني الكرام في المادة 73 وأنها مكملة لها، وأنها تتعلق في حل مجلس النواب لسبب معين. إذا رأت السلطة التنفيذية أو إذا رأى جلالة الملك أنه في سبب معين يستوجب الحل فإنه يحل، ووجدت هذه الأحكام تسلسلا في المادة 73 وجاءت المادة 74 مكملة. خليك معك. أنا بحكي عن اسألني بقول لي كنت أنت باللجنة الملكية؟ قلت له لا مش باللجنة. لا بس لا هذه وقفة هذه للنواب نفسه الذي أفتى من أضاف هذه الإضافة الراب هذه التعديلات هو الذي أفتى في السنة الماضية إفتاء استفزني عندما قال أن حل مجلس النواب استحقاق دستوري ولم يكن استحقاق دستوري. مجلس النواب الحل استثناء سيد الكريم، الحل استثنائي لا بد من مبرر وسبب لأنه تترتب عليه آثار قانونية. الأصل أن يطبق القاعدة العامة والأصل في المادة 68 أكمل الأربع سنوات. السنة اللي فاتت أنت كنت واحد منهم، كملت المدة ولا ما كملته؟ ليش تحلوا؟ ليش ينحل؟ شو السبب اللي انحليت فيه؟ ليش يكون استحقاق دستوري؟ واستفزني هذا الأمر واتصلت مع الشخص المفتي الذي تقبله الدولة، معالي الوزير الذي تقبله وهو المفتي ليهم، إنه يا أخي ما بجوز. إحنا شوف نحترم كل وجهات النظر بغض النظر، أن نختلف نتفق، أنت لك رأي وأنا لي رأي، هذا كله يصب في فهمنا وبما يتوصل إليه فهمك لنصوص وأحكام الدستور. هلا أنت ما تتحدث بي عن بقاء المجلس، تريد أن يبقى المجلس إلى يوم الانتخابات ويسلم هذا المجلس إلى المجلس الذي يليه. طالما هنالك صار حديث، كان هنالك حديث، هل نبقي هذا المجلس وهو يكتسب صفة النائب ويدخل العملية الانتخابية ويمارس نفوذه كنائب ويستغل هذا النفوذ في العملية الانتخابية؟ هل فيها عدالة ومساواة ما بين المرشحين؟ هذا هي يعني المنطق ذهب إلى هذا الرأي من هذا الأساس، وبالتالي هي آراء محترمة وليست فتوى، هو رأي محترم
وهذا الرئيس اصبح اذا سمح هل يعني هيك يقتضي بدل ما نعطل القاعده ونعطل الاصل يعني انه ما في مجلس اربع سنين ما في مجلس ما في مجلس بس هذا اللي يعني هيك ولذلك عطلوا هذه الماده القاعده الاساسيه ولذلك وجهه نظري ان يضاف انه على من يترشح الى الانتخابات انه قبل 60 يوم شان الوزير شان الموظف انه قدم استقالته قبل 60 يوم من يعني وجهه نظر ان يقدم استقالته وهذه من المقترحات التي يقترحها والفوت على الكرسي هذا ما بعمل كلهم وراح يقدم استقالته مجلس السابق فلا يجوز هذا التعديل سيد الكريم نعم هذا التعديل ما دام بدون سبب وبدون مبرر الان لا يعني اعفى رئيس الحكومه من الاقاله لانه الحل مجلس النواب سيد الكريم الكلام تفضل فيه منطقي وصحيح لكن يجب ان يعالج في الماده 68 وان المجلس النواب ان ياخذ دوره الطبيعي ما لم تكن في هناك سبب مبرر لذلك ما لم يكن هناك سبب يبرر ذلك وهذا مطروح امامكم بس بالنسبه لموضوع استقاله اعضاء المجلس قبل عشان غايات الترشح للنساء والشباب اذا لا سبب من الاسباب اذا احنا قلنا هون النائب استقيل ولا سبب من الاسباب تعذر قيام الانتخابات في وقت دخلنا في فراغ دستوري في مجلس مخربش ناس مستقيل وناس مش مستقيل ومش كامل بس هذه الملاحظات موجوده ومحسوبه عنده اذا اضيف هذا النص